ما فيهاش ركبان كده 70 او من هنا 55. تطلع بالفيديو عادي؟ عادي. هيطلع يوتيوب. انت اسم حضرتك ايه؟ محمد؟ معاك رقم تليفون؟ 011 011 47 47 01 59 59 17 في السادة دي ب 55. هنا سوق الجمعة في المنيرة يا بنات، اللي يجي هنا أول السوق بالظبط. طب احنا في أول السوق بكام دي؟ 55 55 الساعة 75 جنيه في المحل. اللي عندك العربة ودي جميلة أوي برضه جاهزة. إيه؟ دي 45 في أربعة. دي 45؟ دي أشكال إيه؟ بص في اللي هو ال 200 وفي ال 200 ونص وفي ال 3 عندي مزاج كتير. طب الأسعار بقى عندك 55؟ اه عندي للكنب والركن والأنتريه. دي بتاعت الركن اهي. يعني ممكن الطعم على بعضه يعمل كام؟ الطعم على بعضه من دي ب 135. اللي هي ديت؟ اه اللي هو العرباوي. العرباوي؟ بص في مزاج كتيرة زي كده بقى من الركن. بكام ده؟ دي عاملة 55. في حاجات عنده ب 45 وحاجات 75. شوفي الماس اللي انت عايزاه هو بيقول لك ازاي. الطقم بتاعه عامل كام؟ الطقم بتاعه ده عامل 165. الطقم بقى عبارة عن ايه؟ دي 45 والطقم بتاعها 135. اللي قالهم الارض معايا 135 كنبتين وكرسيين او اربع كراسي وكنبه. كم متر بقى؟ دي مترين. في الطقم فيها كام؟ كنبتين وكرسيين ب 135. كنبتين وكرسيين. طب النبيت بتاعها فين؟ النبيت بتاعها اهو. جميع الاشكال وجميع الالوان. في الجبلان وفي اللي هو العرباوي. العرباوي اه العرباوي والجبلان. الكريشه دي العطيفه دي مستورده. اه الاسعار عنده 45. في حاجه ب 55 وحاجه ب 75. طبعا انت بقى كل واحده تجيب لنا اللون والشكل اللي هي حابه. ودي عامله كام؟ دي عامله 55 اللي هو الجبلان. هنا 5000 تشمير والرصاص والفرسان والبيت والبيت. شايفات ايه؟ بس ليه خفيف كده؟ ايه؟ ليه خفيف كده؟ يا حاجة يعني دي أتقل ولا البفتة؟ أشكال كذا شكل، تختاري بقى الشكل اللي أنت عايزاه والرسم اللي أنت عايزاه. لا والله يا حاجة.